الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأعزاء، البرنامج الجديد ده برنامج مش مخصص للمحامين ومخصص للجمهور والمواطنين العاديين، وهو برنامج كبسولة قانونية بنوضح فيه لو في إجراء حال ومستعجل قصير ممكن تعمله إزاي، لو أنت بمفردك كمان ومن غير محامي ممكن تعمله إزاي. بنذكركم الأول إن احمي نفسك، وإن أصبح وسيلة دلوقتي من وسائل أمانك وأمان غيرك، البس الكمامة قبل ما تخرج البيت، لأنك وإنت داخل قسم الشرطة أو إنت داخل محكمة أو إنت داخل أي مكان عام لابد من ارتداء الكمامة، بقت زيها زي البطاقة معاك دلوقتي في جيبك، فلابد من الإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات لتفادي نفسك من الغرامة ومن محضر ومن أي عقاب آخر، ولتحمي نفسك قبل أي شيء. النهاردة في كبسولة النهاردة هنتحدث في عجالة عن إجراء سريع. إيه هو محضر؟ محضر إثبات الحالة. أنت عندك أي وقع حدثت أو أي موضوع حدث وعايز تثبته، وعايز تثبت ايه اللي حصل عشان ما يضيعش حقك، لان ده هيبقى النواة للحصول على حقك مستقبلا، بتعمل محضر اسمه محضر اثبات حالة بالواقع. اذا كان في خصم معين بتحط اسمه كخصم في المحضر، مفيش خصم بتعمل المحضر بدون خصومة، وبتقدم ببلاغ لمأمور المركز او الاسم بتقول فيه انا فلان الفلاني المقيم بناحية كذا، تحية طيبة السيد العميد او العقيد حسب رتبته مأمور مركز كذا او اسم كذا، تحية طيبة وبعد مقدمه لسيادتكم فلان الفلان المقيم بناحية كذا الموضوع. لقام في خصمة تكتب ضد فلان الفلاني المقيم في ناحية كذا الموضوع، وبتشرح موضوعك ببساطة، مش فرشة مصطبة، بتشرحه ببساطة اللي هو ايه المشكلة اللي عندك، ايه تاريخ حدوثها، ايه ومين اللي احدثها، وايه الضرر الواقع عليك، وتقفل على كده. ولذلك بعد كده تكتب لذلك في وسط السطر، تشوف طلباتك انت ايه بقى من الموضوع. هل بتثبت حال عن الواقع اللي حصلت، ولا الواقع دي لها اركان اخرى زي ايه؟ حالة كسر، حالة إصابة، أي حالة من الحالات دي بيطلب فيها يا إما معاينة على الكسر على الطبيعة لإثبات التلفيات أو إثبات الأحداث اللي حصلت، لابد من معاينة، أو في شهود للواقعة بتثبت أسمائهم في المحضر، عشان بعد كده المحضر ده هيبقى نواة للنزاع اللي بعد كده أو تأسيس للإجراءات القانونية اللي هتتم عليه. فلو كان في شهود بتطلب سماع الشهود، ولو كان في حاجة تستلزم المعينة بتطلب المعينة، لأن المحضر ده كله كده هيتعرض على النيابة، والنيابة هي اللي هتدي تصريح بالمعينة أو تستوفي بأقوال الشهود. بتبقى أنت ثبت في المحضر حقك في الشهود وفي المعينة، عشان حتى لو محضر الشرطة أو اسم محضر جامع الاستدلالات، المحضر الشرطة ده لو الشرطة ما استوفتش المحضر باللي انت عايزه، لو النيابة الجزئية ما استوفتش المحضر باللي انت عايزه، بيكون لك الحق من خلال الركيزة الأساسية في محضرك انك تتظلم منه للمحامي العام، ودي هنبقى نتكلم فيها في كبسولة تانية بعد كده، هتتظلم منه للمحامي العام عشان يحقق طلباتك اللي انت بتتضرر منها اللي ما تثبتتش امام المحكمة الجزئية او النيابة الجزئية، وما تثبتتش في محضر جمع الاستدلالات. هيكون الفيصل فيها قرار المحامي العام، ثم من بعده حسب توالي الدرجات المحامي العام الاول في طنطا، ثم النائب العام. هي دي التسلسلات اللي تلجأ لها في حالة الوقائع الهامة، إنما الحاجات البسيطة اللي بتعملها مجرد إثبات حالة وخلاص هو اللي أنا قلت عليه ده. ولكن زي ما قلت بعيد تاني، لو عندك شهود على واقعة محددة اكتبهم، لو عندك حاجة بتحتاج معاينة زي إتلاف أو غيره تكتبها، عشان خاطر يبقى ثبت وجود حقوقك في حينها في المحضر. بعد كده هما تيجي تلجأ لضرورة استيفاء حتستوفى ان شاء الله. طبعا محضر الشرطة اللي احنا بنقول عليه ده او المحضر اثبات الحالة ده ممكن يخص كل النزاعات اللي تبين عليها القضايا، زي ايه؟
محضر إثبات حالة بالتعرض في أرض زراعية يترفع عليها دعوة منع التعرض، محضر إثبات حالة بالحيازة تعدي على حيازتك بيترفع عليها دعوة استرداد حيازة، وقف الأعمال الجديدة، واحد بنى في وبيعمل أعمال هتضر بحيازتك زي ما شرحنا في دعوة الحيازة في قناتنا على اليوتيوب، برضو في برنامج المحاماة في ثوبها الأسود هتلاقي كل المحضر ده في تأسيسه تأسيس لإجراءات قانونية قوية هتتبني عليها بعد كده دعواك في المحكمة، وقد يكون هي الأساس وفيصل في حقوقك لما فيه من ثبات الأقوال شهود وما فيه من معاينة تثبت حقك في حينه إذا كان هناك تلفيات أو حريق أو كل هذه الأمور، فدي أمور بتثبت حقك. لذلك انت لما بتخلص المحضر وانت بتطلب طلباتك، لذلك في النهاية بتطلب طلباتك اللي انا قلتها دي، لو في خصم بتطلب استدعاء الخصم واستيفائه وسماع اقواله وسماع اقوال الشهود، واذا كان هناك معاينة بتضيف البند وتطلب اجراء المعاينة على الطبيعة لبحث الموضوع ولتحديد حقك. بعد كده هيتعرض المحضر زي ما قلت على النيابة العامة، النيابة العامة بتقرأ اقوالك، بتقرأ اقوال الخصم اذا كان تم استدعائه وتم اخذ اقواله، بتقرأ اقوالك واقوال الخصم وبتشوف الشهود لو كان تم سؤالهم واستجوابهم، وبتشوف المعاينة لو في معاينة وبتدي قرارها بناء على ذلك وتثبت وضعك قانوني على الطبيعة. احنا ان شاء الله هنبدأ في كبسولات دي كبسولة كل أسبوع نوضح فيها النقطة من النقاط الهامة اللي هي ترتبط بمصالح المواطن اليومية، وقد تحدث حالات طارئة للمواطن، وهذه الحالات الطارئة تستوجب اتخاذ إجراء قانوني سريع لإثبات. احنا هنقول الكلام ده كله في كبسولات متتالية ورا بعضها للمواطن وللمحامي، وإن شاء الله نكون قد أعدينا خطة جيدة للتثقيف القانوني للمواطن وللمحامي. أعزائي أشكركم وتحياتي إليكم، وإلى اللقاء في كبسولة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.